قبل أزيد من 40 يوما خرج الجزائريون إلى الشارع للمطالبة بتنحي الرئيس وتغيير للأوضاع السياسية في البلاد، مطالب سياسية استطاع الحراك الشعبي كسب الشوط باستقالة الرئيس في 2 أبريل، لتبدأ شمس الأمل في البزوغ والحلم بحياة اجتماعية كريمة. الحراك الشعبي الذي انطلق من مواقع التواصل الاجتماعي ها هو اليوم ينشر عبر صفحات الفيسبوك مطالبه الاجتماعية. زمن الولاءات قد ولى وجاء زمن الكفاءات، يعني كما كان يتكلم الزميل من قبيل، الناس اللي كانوا يحطوهم بالمعرفة والولاءات وكذا وكذا وصلوا لدرجة انحطاط لا مثيل لها عبر العالم. من الآن فصاعدا سوف نعمل ونخليو الشبيبة هذه تعمل على بناء دولة قوية بالكفاءات الوطنية اللي تسهل، ماشي بالولاءات كي كانت الولاءات الحزبية وغير ذلك وللأشخاص. أنا بالشعب اللي راني عايشة ما عندي ني بونسيوني والو، حتى الدار ما عنديش. إيه هاوليك اللي عندي وهادو العزات. تعال نمروا مشاكل اجتماعية اقتصادية ثقافية سياسية البطالة. أنا نطلب من الرئيس يقرا على الشخصية تاع عمر بن عبد العزيز اللي كان جدو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان يقضي على الأزمة الاقتصادية والثقافية والسياسية والبطالة. مسكن، عمل ومرتب محترم يمكن الفرد من العيش الكريم هي على رأس مطالب الشارع الجزائري. تجسيدها يتطلب حكومة نزيهة تصغي لصوت الشعب وتطبق العدالة الاجتماعية. أنا مواطن جزائري نحوس على خدمة، نحوس على دار، نحوس على قدان حاجة. وقت المعرفة والرشوة انتهى، لازم تجيبونا رئيس من الشعب، لازم يديروا المطالب تاعنا احنا، لازم يسقسيوا الناس واش حابة آراء المواطنين. احنا المطالب الاجتماعية نادر، انت مازال ألجيريا يخلص لو سميك، سي كراف. اسمك 18% مازال الناس تدخل سبيه طبقه سوتو التحتانيه يخدمها، الناس الشبيبه هذه سوتو جينيراسيون هذو يمدوا الناس كفاءه، يمدوا الناس اللي جان يمدوا في الحكم. رغم ان الحراك الشعبي لم يولد من بطون فارغه الا ان تغيير الاوضاع الاجتماعيه اصبح ضمن لائحه المطالب التي ينادي بها المتظاهرون ورهان لنجاح الفعاليه لحراك 22 من فبراير.